على صعيد الملاعب، هل احنا في مصر عندنا ملاعب قانونيه؟ اصل طبعا يعني من المعروف ان رياضه هوكي الجليد زيها زي كتير من الالعاب اللي بتتفوق فيها الدول ذات المناخ البارد طبعا، واللي بيعتمدوا اكتر على العاب الصالات. وبالمناسبه احنا برضو خلينا سابقه في الاطار ده، يعني احنا على صعيد الهاند بول مثلا لا عملنا شغل عالمي وابهرنا العالم كله، علما بان في دول اوروبيه اللي هي ذات مناخ بارد اللي بتعتمد في المقام الاول على الصالات المغلقه، احنا تفوقنا عليهم. حتى في تنس الطاوله يعني دول شرق اسيا برضو معروفه قوي بريادتهم في هذا الاطار، ابتدى برضو يبقى عندنا ابطال ما يقلوش. ده فعلا فاحنا ممكن نحذو نفس الحذو ده اكيد طبعا، لان في دول عربيه ابتدت اصلا تاخد الخطوه من بدري، سعوديه، الامارات، الكويت، كلها يعني مناخها يعتبر يعني اكتر حراره من مصر. صحيح. والموضوع كله بيعتمد على الملعب ان هو بيبقى مكيف ومقفول، فمش محتاج ان انت تبقى الدوله مناخها بارد زي كندا او امريكا. حاليا في مصر مفيش اي صالات للاسف قانونيه، كل الصالات اللي موجوده بنلعب في الصالات اللي هي الصغيره اللي بتبقى في المولات اللي بتاعت السكيتنج يعني؟ بتاعت السكيتنج كحل مؤقت لغايه لما نقدر نتواصل مع مستثمرين يقدروا يبنوا لنا ملعب. هي بتكلف جامد يعني الملاعب دي؟ يعني التكلفه طبعا كبيره، لان مساحه الملعب 60 متر في 30 متر، طبعا لازم تبقى عندك لو هتعمل ملعب هتحتاج استاد، هتحتاج يعني لغايه حوالي 5000 كرسي يعني مثلا. المشاهد اللي احنا شايفينها دي من واحد من المولات، دي واحد من المولات. طب اللي يخلي مول تجاري عنده قدره ان هو يعمل ملعب حتى ولو كان على مقاسهم يعني، بس يحافظ ويسيطر على درجه الحراره، ما بالك بقى لو فعلا في اتحاد بيرعى هذه الرياضه وبقى عندنا لعيبه زي ما انت بتقول مميزين جدا وواعدين كمان. فيعني من باب اولى يبقى فعلا عندنا ملاعب قانونيه مظبوط. طبعا هي خطوه ممكن فعلا تكون الفتره اللي جايه مهمه ويتم التركيز عليها. طب خليني اعرف انتوا يعني كمان البطوله الاخيره دي كان برضو سياده الوزير مشارك معاك وكان يعني داعم الى حد كبير، خليني اعرف الحوار اللي دار برضو، هل هو بيتكلم ان ممكن قدام يبقى الخطوه دي فعلا تطبق على الارض ولا ايه؟ اكيد طبعا، يعني ان احنا اتكلمنا مع وزاره الشباب والرياضه واتكلمنا مع اللجنه الاولمبيه ان احنا عايزين نكبر الالعاب الشتويه عامه في مصر. حلو. وخصوصا الهوكي، فطبعا عشان يعني نقوم بالخطوه دي محتاجين لازم ملعب قانوني، فلما تيجي طبعا من المسؤولين هتبقى خطوه كويسه جدا، على عكس طبعا لما احنا اللي نخاطب المستثمرين كفريق صغير لسه تحت الانشاء. بيحصل في المباريات اللي انتوا خضتوها سواء في يعني بطوله مصر الدوليه الهوكي الجليد اللي اقيمت خلال الايام اللي فاتت، هل حصلت اي مشاهد من اللي احنا متعودين نشوفها في مباريات اوروبا في هوكي الجليد ان مفيش مباراه؟ يعني احنا انا ونهواند بقى لنا بتاع سنه ونص اهو في البرنامج، ما في مره واحده زعنا فيها خبر متعلق بمباراه هوكي الجليد غير لما لازم نشوف وصل لقطات مطحنه وخناقه الرب السماء طبعا بين الفرقتين. طبعا هو مش كل احنا بالمناسبه ليه دايما كده؟ لا هو هي اللعبه الرياضه فيها زي بيسموه نديه. مسموح في بعض الدول او بعض الدوريات المحترفين طبعا في امريكا بالفايت، في خلال الماتش بيحصل ان بيبقى فيه فايتات، بيبقى فيه احتكاك طبعا، خبطات في السور، خبطات بالجسم. لا كل دي بس كل ده على معجنه الضرب اللي بين ايوه بالظبط، ما هو ده اللي بيحصل بره. اوقات بيبقى فيه يعني لقطات فيديوهات معانا اللعيبه بتتخانق مع الجماهير بيضربوا. لا حصلت بره فعلا. طبعا يعني طبيعي اي لعبه بيبقى فيها الجماهير متحمسه فيبتدوا ينادوا على اللعيبه. طب احنا عندنا ايه المشهد بقى لما يبقى في المول الناس بتشجع مبسوطين؟ احنا متحكمين شويه في الموضوع ده، ان احنا مش عايزين احتكاك، عايزين نوري مشهد حلو، يبقى فيه نديه في اللعب في المستويات، لكن ما يبقاش فيه احتكاك. مش عايزين نوري الصوره بتاعت بره اللي الخناقات ان احنا ما وصلناش لسه للمرحله دي قوي يعني. ان شاء الله ربنا يكرمنا ويوصل يعني يوصل في منتخبنا او فريقنا للنقطه دي.